السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة المحتوى. هنتحدث عن 8 إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي. أولا، إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي. 1. توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية. من فوائد مواقع التواصل الاجتماعي أنها أداة مفيدة وفعالة في تشكيل أصدقاء جدد وتسهيل التواصل مع الأصدقاء الذين انقطع الاتصال بهم، أو مع الأشخاص الذين لا يمكن مقابلتهم شخصياً، ممن يوفر عناء الوصول إليهم. 2. متابعة أخبار العالم. أدى تطور شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم انتظار الشخص أخبار الساعة 6 على شاشة التلفاز، أو انتظار وصول الجريدة، بحيث يمكن معرفة آخر الأخبار والمعلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 3. وسيلة لتشكيل رأي عام فعال. تعد مواقع التواصل الاجتماعي بما تؤمنه من تفاعل واسع بين المجموعات وسيلة لتشكيل رأي عام مساندة لبعض القضايا، وهو الأمر الذي ينتج عنه تغيير إيجابي في بعض مناحي الحياة. 4. مساعدة رجال الأعمال والشركات. تمكن شبكات التواصل الاجتماعي رجال الأعمال والمنظمات المختلفة من التواصل مع العملاء، وبيع منتجاتهم، وتوسيع نطاق خدماتهم، فهناك الكثير من رجال الأعمال والشركات التي تزدهر بشكل كامل على الشبكات الاجتماعية، ولا تكون قادرة على العمل بدونها. 5. سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي. 1. العزلة. أصبح استخدام مواقع التواصل بديلاً للتفاعل الاجتماعي الحقيقي بين الأفراد والمتمثل بالزيارات العائلية وحضور المناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يقضيه الأفراد من ساعات طويلة على هذه المواقع، ممن أدى إلى إصابتهم بالعزلة والانطواء على الذات. 2. يجب نركز مع هذه نقطة جداً لأنها منتشرة بشكل كبير. تدني التحصيل الدراسي عند بعض الطلاب. يميل الطلاب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير إلى الحصول على علامات أقل. 3. التأثير على العلاقات الأسرية. تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دوراً سلبياً في نوعية العلاقات الأسرية وقوتها، حيث يؤدي ما يقضيه الفرد من ساعات طويلة في تصفح هذه المواقع وانشغاله بعلاقاته الافتراضية فيها، إلى البعد عن أفراد أسرته وفتور العلاقات التي تربطه بهم. 4. مخالفة منظومة العادات والتقاليد. تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي على منظومة العادات، الذي يؤثر بدوره على المجتمع ككل، فقد يؤدي الانفتاح الزائد الذي تؤمنه هذه المواقع إلى نشر قيم جديدة مخالفة لما اعتاد عليه المجتمع من عادات وتقاليد تشكل هويته.